بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مسلسل كده، هو طبعا يعني مسلسل هيتعرض في رمضان ويعني أثار الجدل قبل رمضان. ست الكل طالعة عاملة مسلسل، يعني المسلسل ده بيناقش مسائل دينية واجتماعية وسياسية، والمسلسل هيعلم يعني هي من خلال المسلسل هتعلمنا الدين، يعني هتصحح المعلومات المغلوطه الست، فاهم ازاي انت؟ طب هتعلمنا الرقص مثلا زي ما بترقص، طب هو ده يعني هو ده الدين مثلا، يعني وحاجات يعني كده، انت عارف بقى يعني احتياج الشعب المصري لهذه المسلسلات، يعني المسلسلات والافلام اللي كانت بتحصل قبل كده. الشعب المصري حياته زي الفل، ما عندوش مشكله يعني غير اثاره الغرائز، يعني عنده يعني هي دي المشكله اللي عنده، يعني ما عندوش مثلا ايه اللحم ب 40 ب 170 جنيه، فراخ ب 40 جنيه، الكبد والقوانص ب 60 جنيه، الهياكل، عارف الهياكل؟ لا، الناس غالبا كده بتاكل هياكل اللي هم بيطلعوا الصدر بتاع الفرخه كده، واخد بالك بيعملوه بانيه ومش عارف يعملوه ايه وفي ليه، والحاجات اللي انا طبعا انا ما اعرفهاش يعني، بس انا اسمع، انا اسمع الاسم يعني، فاهم ازاي؟ يعني انا ناقل مش مجرب يعني فاهم ازاي؟ فالهياكل اللي بتفضل الاجنحه والقفص الصدري والرقبه والحاجات والجلد وكده، فالناس يعني بيقول لك والله انا ما معيش اجيب فراخ وما معيش اجيب لحمه، فبناكل هياكل بقى، هياكل فراخ، عارف ازاي؟ شبه الفراخ يعني فيها طعم، يعني يحطوه في الشوربه، واخد بالك، يشرب شوربه مش شوربه فراخ، انت فاهم ازاي؟ او يروح يجيب له يعني مربع كده او مكعب، مش عارف بيقولوه ايه، مكعب يعني بتاع طعم الفراخ، يعني شوف من ده طبعا يعني من الحاجات الحلوه، يعني مكعب بطعم اللحمه، مكعب بطعم، ما تقدرش تشتري فراخ، هات مكعب، المكعب ده رخيص مش غالي يعني، فاهم ازاي؟ انت تقدر يعني تاكل يعني وتجيب لاولادك كل حاجه. المهم، فالشعب المصري احتياجاته اصبحت ملحه على الفن او الوسط الفني، فالوسط الفني ده مطلع علينا حاجه تثير الجدل، وهي عارفه انها تثير الجدل. ايه الرساله من الحكايه دي؟ ما سالوها، قالت لهم ان انا يعني نصح المفاهيم المغلوطه للدين. عارف انت يعني ايه المومس الفاضله؟ انسانه مومس، انسانه لحمها رخيص، يعني تقريبا عملت فيلم اسمه لحم رخيص، انا مش فاكر. المهم يعني انا بسال يعني الافلام والمسلسلات بتصرف عليها كتير جدا، واخد بالك، والناس بتعاني من مشاكل تانية، يعني هي مش مشاكلها الغريزه الجنسيه، ما انت لو اثرت الغريزه بتاعتها يعني فاهم ازاي؟ هو ملوش نفسي يعني فاهم، تثير فيها ما تثيرش، هو متنكت، هو اصلا عنده نكت، في حاجه بتدور في دماغه، هجيب لهم ايه بكره؟ لحمه، اصلا عندنا احنا بياكلوا لحمه يوم الخميس بس يعني هو عندنا قريه في الصعيد كده، انا بتكلم على القريه، وفي طبعا قرى ثانيه انا اعرفهم اللي بياكل لحمه يوم الاحد بس كده، حسب السوق بتاعهم يعني بيسموه السوق، سوق الخميس. سوق الخميس ده فيه ايه؟ يعني بتروح انت بقى تجيب لك مثلا ربع كيلو لحمه، نص كيلو لحمه، نص فرخه، هياكل فراخ، حاجه على قد الفلوس اللي معاك، بتروح وبتاكل عيالك هم بس طول الاسبوع بقى، يعني الحمد لله رب العالمين، يعني فول، طعميه، بدنجان، البدنجان غلي، ولما بنسال كمان الراجل بتاع اللي بيبيع بدنجان وفلفل وكده، يعني عشان نعمل اي حاجه نقلي بدنجانايه ولا حاجه، قال لي كيلو فلفل ب 15 جنيه وكيلو بدنجان ب 10 جنيه، يا عم طب غيري الحرب الاوكرانيه الروسيه، كيلو المكرونه ب 15 جنيه، كيلو البطاطس ب 10 جنيه، كيلو السكر ب 13 جنيه، انت فاهم ازاي؟ طب احنا بنستورد قمح بس من اوكرانيا يعني ومن روسيا، وهم ما منعوش عننا القمح ولا حاجه يعني، يعني هي يعني انت فاهم قصدي؟ اعتقد يعني ممكن تكون المكرونه داخله في صناعه القمح، يعني ماشي. طب ايه البدنجان والفلفل ايه علاقته بالقمح؟ مش عارف يعني داخله فيه صناعه القمح، مش عارف، ما علينا. فطبعا المجتمع المصري يفتقر الى الرومانسيات والحب واثاره الغرائز. هما ممكن هو في فكره برضه، يعني هو الناس دي برضه بتفكر، بتقول لك والله الناس نفسها مسدوده مش لاقيه تاكل، جد جد يعني مش لاقيه تاكل.
ناس بتاكل يوم واحد في الاسبوع لحمه، ده لو كلب. وانا كنت اقترحت اقتراح على الفيسبوك والله، طلعت وقلت لهم يعني احنا ما ينفعش يا جماعه نمنع ان احنا ما ناكلش لا لحمه ولا فراخ، واخد بالك ازاي، ولا السمك. حتى السمك اللي بيصطادوه من البحر، مش في مزارع لا، من البحر عندنا بيصطادوه من النيل كده، فكيلو ب 50 جنيه. المهم كل سنه وانتم طيبين. طبعا رمضان جاي، والمسلسل بتاع الست المومس الفاضله اللي بتعلم الناس الدين في رمضان هيتعرض في رمضان. ورمضان بقى اصبح السوق، سوق ايه؟ سوق الطاعه والتراويح والقيام الليل وقراءه القران، لا سوق ومنافسات ومسابقات على مين يقدم افلام ومسلسلات، ومين المسلسل اللي ياخد ترند، والمسلسل التاني مش عارف ايه، لا وكمان المسلسل ده بي 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 بيحارب الارهاب ويحارب التطرف. يعني انا اعرف ان التطرف هو الناس دي، يعني المومس الفاضله هي ده، هو ده التطرف، يعني الست اللي تطلع عريانه وكده التطرف. وقنواتنا اللي هي اصلا بينفق عليها من مال الدوله، القنوات الرسميه بتعرض افلام ومسلسلات وبينفق عليها من اموال الشعب، يعني فاهم ازاي؟ طب الشعب بيقول لكم احنا مش عايزين الافلام دي، الافلام دي بتفسد اخلاق ولادنا واخلاق بلاد بناتنا وكده، يعني احنا مش عايزينها. الفلوس اللي بتصرفوها على القنوات دي اللي بتعرض الافلام دي يعني يشوفوا الناس، يعني يعملوا بيها حاجه للبلد، احنا مش محتاجينها، فاهم ازاي؟ فالوسط الفني ده كله بيحاول ان هو كمان يعني يعمل لك مساله، يعني هم المشرعين، يعني الست المومس الفاضله بيقولوا لها والله الفنانه اثار الحكيم اعتزلت الفن، وبتقول انا بعتكف على الصلاه وبتوب الى الله والحمد لله وبتاع، فبتقول هي حره، بس ما تطلعش تقول كده، ماله الفن؟ فن حلو، لا فيه قله ادب ولا فيه مرض، واللي هو عايز يطالب بحقه في الشذوذ يطلع يقول يا جماعه انتوا ايه العنصريه دي، ما هو شاذ عادي يعني، فاهم؟ انما اللي يتوب ويطلع يقول انا كنت عايش في 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 معصيه وربنا تاب عليا والحمد لله، لما يطلعش يقول، تقول ليه؟ انت تهون الناس علينا؟ هو الفن حرام؟ اهو فاهم ازاي؟ تطلع ست سهير البابلي، يعني ربنا يا رب يثبتها على الحق، فقالت يعني بتقول لك والله ده انا الحمد لله ان انا ما متش وانا بمثل، الحمد لله ربنا يعني انقذني، حتى قال باللفظ كده، قال ده كنت هاخد اكبر خازوق في الدنيا. سالوها ليه؟ قالت اصلا لو مت على خشبه المسرح سابعث على ما مت عليه، وابعث بقى ان انا على خشبه المسرح. هي ست بقى المومس الفاضله اللي هي طالعه عامله لنا مسلسل في رمضان عشان تعلمنا الدين، تقول لا مش من حقهم يقولوا كده. واخد بالك ازاي؟ مش من حقهم يقولوا كده. وبرضه في لقاء تاني تقول لك ايه؟ لا يمكن ان يقيم الفن بالاخلاق. يعني انت ما تقيس الفن بالاخلاق، الفن ده حاجه ثانيه. طب يعني طب احنا نسالهم الفن بيعلمكم ايه؟ يقول لك ده بيعلمكم الاخلاق ويصحح المفاهيم الدينيه. وبعدين تقول لك لا ما يقيمش بالاخلاق. وتقول لك يعني ما فيش حاجه اسمها سينما نظيفه، ما فيش دليل من يعني ده دليل علمي من اللي هم بيعبدوهم يعني في الغرب على ان يعني حاجه، ما فيش حاجه اسمها سينما نظيفه وسينما مش نظيفه، يعني فاهم ازاي؟ هي كلها سينما وسخه. يعني هي عايزه يعني هي اللي بتقول كده، ما فيش حاجه اسمها سينما نظيفه. نقول ليه المصطلح؟ المصطلح ده مش علمي خالص. مش عارف المصطلح ده جاي منه مين يعني، فاهم ازاي؟ ممكن يكون من الاله بتاعهم اللي هم الليبراليه والعلمانيه وكده. المهم ان الست المومس الفاضله دي طالعه بتشوف ايه اللي ناقص الشعب المصري، تشوف ايه اللي ناقص الشعب المصري وبتقدمه لنا. ايه اللي ناقصنا؟ الغرائز الجنسيه، الاثاره. طيب يا ستي ما هو اللي عامل اكتئاب عند الناس وما عندهمش اثاره خالص الحياه السوداء اللي هم عايشينها، الضيق اللي هم فيه، مش لاقيين ياكلوا اولادهم، يعني الغاز مثلا يعني بنصدره، طب يعني المفطورات يعني يقل، يعني احنا نشوف النعمه. طب الكهرباء بنصدرها، طب تخف شويه. لا طيب يا سيدي خلاص انت خليت الكهرباء غاليه والغاز غالي كده والايجارات وبتاع، اللحم ايه اللي غلاها؟ ما اعرفش. يعني تقول لي ايه؟ تقول والله احنا مثلا الكثافه السكانيه. طب الكثافه السكانيه ما هو هي الكثافه السكانيه دي من زمان على فكره شماعه،
هو يقول لك كثافه سكانيه، يعني لا هنلاقي ميه ولا هنلاقي وبتاع، ونسيوا ربنا. يعني انت لما تيجي تتكلم بقى ان يعني ربنا سبحانه وتعالى وبالدين وفي السماء رزقكم وما توعدون، والله ناس هبله يتعاون لك ايه، ما تتكلمنيش بقى مش عارف ايه. انت قبل ما تعرف، اسمع اسمع بس، قبل ما تخلف تبقى عارف هتاكلهم منين. والله انا ما انا عارف بكره هاكل ايه اصلا، انا ارزقي يعني، فاهم ازاي؟ يومك بيوم، بطلع الصبح ما اعرفش اشتغل بكام، ما تعرفش. طب انا اخلف واحد، طب خلفت واحد، طب اثنين، طب هو حتى لو اثنين، حتى لو ما خلفتش خالص، يعني هو انا لو اعرف ما كنتش اتجوزت من اساسه، هو انا لو اعرف حتى بعد ما اتجوزت وخلاص بقى يعني خدنا تقريبا يعني، واخد بالك، وده مؤبد للموت يعني، واخد بالك، ما كنتش خلفت يعني، فاهم ازاي؟ مش ما كنتش خلفت يعني، انتوا هتكفرونا ولا تخلونا بقى ما نؤمنش بربنا سبحانه وتعالى وان في ارزاق، ومش فاهم يعني ايه، مفيش توزيع دعم صحيح. فانا عايز اقول يعني عشان خاطر اللحمه والبتاع ده كله والغاليه ده، ان نعمل زي ايه اصدقائنا المسيحيين في مصر، نصوم 55 يوم، صيامهم ما ياكلوش اي حاجه فيها روح خالص خالص، لا لحمه ولا فراخ تقريبا، مش عارف بياكل بيض ولا لا، مش ما بياكلوش البيض، ما بياكلوش السمك، ياكلوا بطاطس، ياكلوا المهم اي حاجه ما فيهاش روح ياكلوها، اي حاجه فيها روح ما ياكلوهاش. ده ايه؟ لو احنا صمنا زيهم كده يعني، او احنا عملنا زيهم كده 55 يوم ما اكلناش الحاجات دي هترخص، ده برضه حل. لكن في ناس معاها تقول لك وانا ايه اللي يجبرني؟ انت فاهم ازاي؟ وبعدين احنا لازم نبحث ايه الغلاء ده ليه؟ يعني هو مش معقوله. طب الغلاء في الاعلاف؟ طب ما تعمل مصانع اعلاف؟ طب وبعدين؟ يعني انت مش حاجه غريبه جدا. طب القناه اللي بتقدم الهلس والمسخره برضه دي مش مصاريفها من الشعب اللي بيصرفوا عليها مين يعني؟ طب رمضان ده اللي هو يعني عباده وكده، طب ليه يتقدم فيه الحاجات القذره دي؟ الحاجات اللي تفسد اخلاق الناس، تفسد صيامنا وتفسد يعني، سبحان الله. ما هو على فكره كل اللي احنا فيه ده بسبب المعاصي اللي احنا فيها دي كلها. احنا ما عندناش مشكله سكانيه، خلي بالك، ولا عندنا اي مشكله اقتصاديه، احنا مشكلتنا مشكله ايمانيه. ملخص ده كله مشكلة إيمانية، لا يمكن لا يمكن إن إحنا هنتقدم أو حتى الناس تحس براحة وتحس فعلا في تغيير وفي وفي، واخد بالك، طول ما إحنا في المعاصي اللي إحنا غرقانين فيها. ما نزل عقاب إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. لأن الأساس تقوى الله سبحانه وتعالى، يقول تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا المشكلة عندنا مشكلة إيمانية. المشكلة عندنا احنا خلاص بقينا بنحارب التطرف بتطرف اخر، تطرف يميني بتطرف يساري، يا اما الناس تبقى ارهابيين ويا اما الناس تبقى منحلين ومنحرفين. ما بقيناش يعني، ما فيش حاجة ابدا غير كده، يا كده يا كده، مش ارهابي لا تبقى منحل كده يعني، فاهم ازاي؟ عشان كده كل اللي احنا فيه ده من مصائب، وكل اللي احنا فيه من ابتلاءات بسبب بعدنا عن رب العالمين. المعاصي، إن المرء لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. السبب واضح يعني، السبب واضح والله. يقول الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. مشكلتنا إيمانية. آه والله. الغلاء الفاحش لازم الدولة تتدخل. شوف إيه الأسباب. في آخر الحلقة أدعو الله سبحانه وتعالى وأقول: اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عن من سواك. اللهم لا تفتنا في ديننا، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، آمين رب العالمين. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.